اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعثه النادي الاهلي تصل الى القاهره والفريق راح من التدريبات 48 ساعه. موسيماني اعطى فرمان بان الفريق هيقعد النهارده وبكره ان شاء الله راحه، وبعد كده يعود للتدريبات مره اخرى. طيب بعثه النادي الاهلي الحقيقه بعد نهايه المباراه مباشره اتجهت الى الطائره الخاصه ورجعوا الى القاهره في تمام الساعه 4:30 صباحا. وخلال المؤتمر الصحفي زي ما قلت لحضراتكم ان موسيماني شدد على انه يتمنى تطبيق تقنيه الفار في هذه الادوار من بطوله دوري ابطال افريقيا مستقبلا، مؤكدا ان هذا الامر سيكون مفيدا جدا لجميع الفرق. دي طبعا بعض اللقطات الخاصه والحصريه لقناه الاهلي لبعثه النادي الاهلي اللي حضراتكم طبعا شفتوها من امبارح النهارده. موسيماني ايضا بيطالب لاعبي الاهلي بغلق صفحه مباراه الذهاب امام الحرس الوطني. يستمر غياب عدد كبير من لاعبي الاهلي عن موقعه الاياب، حسام حسن طبعا وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني و كريم فؤاد وعمار حمدي واحمد عبد القادر لعدم القيد الافريقي ومحمد الشناوي ومحمود متولي بسبب الاصابه. ان شاء الله الاهلي سيستعيد جهود محمد مجدي قفشه امام الحرس الوطني بعد انتهاء اجازه الزواج. وطبعا الف مبروك للنجم الكبير محمد مجدي قفشه، زواج سعيد ومبارك عليك يا رب دائما ان شاء الله، ويكون موجود معانا ان شاء الله في المباراه القادمه.